ازيكم يا احلى بنات في الدنيا. النهارده الفيديو مقتبس عن فيديو اجنبي، اليوتيوبرز الاجانب اتجمعوا وعملوه. احنا حبينا الفكره وحبينا نعمل حاجه شبهها. الفيديو ده هتشوفوا 12 يوتيوبر وانا واحده من ضمنهم، هيحطوا معاكم الميك اب بتاعهم خطوه بخطوه وهيقولوا لكم هم ايه اكتر حاجه بيعملوها في الحجر المنزلي او في ايام الكورونا. دلوقتي بقى هسيبكم مع البنات يحطوا الميك اب خطوه بخطوه وهرجع لكم في الاخر خالص. فاول شخص هي الجميله والمميزه سماء شحاته، هتحط معاكم الفاونديشن، فيلا يا سماء حطي الفاونديشن. شكرا يا نورهان، معاكم سماء شحاته، وهستخدم دلوقتي كريم اساس من مابلين رقم 110 وهحطه على باف براش او فلات براش. هقول لكم دلوقتي الكورونا عملت فيا ايه او حسستني بنعم ايه، بس ما تضحكوش عليا. النعمه اللي فعلا حسيتها، حسيت ان البقال نعمه. ايوه البقال نعمه. انا من النوع اللي بنسى جدا، يعني ممكن انزل بنتي تشتري لي كذا حاجه، انزل انا اشتري كذا حاجه ورا بعض، بنسى بطريقه يعني فظيعه. فالبقال هو موجود، انا الاكلات ما ببص كده، فكده هقدر اعمل اللي انا عايزاه وقت ما عوز هلاقيه. فكره ان كله يقفل وان انا ابقى متايده مش عارفه اجيب حاجه، دي بالنسبه لي حاجه كانت صعبه. افرضي مثلا اي حاجه خلصت من عندك وانت مش واخده بالك، كان فعلا البقال نعمه. حاجه لما تبقى فاتحه نعمه، المدرسه نعمه، دي نعم كتير احنا يعني عرفنا قيمتها وقت كورونا، انها فعلا فعلا احنا ما كناش حاسين بيها. يعني البقال ده ان هو يبقى فاتح، المحل يبقى فاتح والدنيا فاتحه، وانك تقدري تجيبي حاجتك وقت ما تعوزي وحاطه رجل على رجل وبالراحه خالص، مش بتجري بقى عشان حظر، بتجري عشان مش عارف ايه، لا كله بتلاقيه. فدي بالنسبه لي كانت حاجه صعبه شويه. هي جات لنا الكورونا عشان تقول لنا اتاقلموا على الوضع، فاحنا نقول الحمد لله وخلصنا من الغمه دي على خير. ففعلا لازم نقول الحمد لله على اللي راح وعلى اللي جاي ان شاء الله وهتعدي. هستخدم كونسيلر مبيلين واللي هتحطه روجي. ميرسي يا سما. اكتر حاجه فرقت معايا لما كان في كورونا وحجر منزلي وما زال في كورونا، يعني تملكني احساس سلبي جدا بالخوف، خايفه على الناس اللي بحبهم، مش عايزه اكل، مش عايزه البس، مش عايزه اخرج، مش عايزه اجي. انا خايفه من حاجه مش شايفاها ومستخبيه من حاجه مش شايفاها، حبساني في بيتي. انا لازم اخلص كل المشاوير اللي ورايا، لازم اجيب الحاجات اللي محتاجاها قبل ما الحظر يبتدي، بخرج في وقت ما انا عايزه. دي نعمه عظيمه جدا كنتش حاسه بقيمتها. ودلوقتي بعد ما دمجت الكنسيلر هسيبكم مع يارا. اشقطي يا يارا. شكرا يا روجي. طيب يا بنات، انا يارا دلوقتي معاد الكونتورنج، هعمل معاكم الكونتورنج وهكلمكم فتره الكورونا غيرت فيا ايه. انا شخص ما بيحبش ابدا ان هو يقعد في البيت او يتحبس، انا دايما بحب ان انا انزل، يعني كنت قليل قوي قوي لما احب ان انا اقعد في البيت، بس طبعا لظروف الكورونا والعالم كله فيه فكلنا قعدنا في البيت. حسيت ان قعده البيت لطيفه، وفي الحقيقه ان انا غيرت حاجات كتير قوي قوي في بيتي، يعني عملت ديكورات كتير وغيرت حاجات كتير، واكتشفت ان انا يعني بحب قعده البيت مش زي ما انا كنت متخيله خالص. وطبعا قعده البيت في الكورونا خلتني ان انا اصور اكتر واعمل فيديوز اكتر واكتر، وده بصراحه يعني لحد ما كبر القناه بتاعتي في فتره الكورونا بالذات، يعني قناتي تقريبا كبرت الضعف، فدي حاجه بسطتني جدا جدا على المستوى الشخصي. فطبعا هي ظروف صعبه بتعدي علينا كلنا، بس طبعا اكيد اكيد هي فادت ناس كتير مننا. انا ليا ناس كتير بصراحه اكتشف ان هم عندهم مواهب فظيعه في المطبخ، انا ما اكتشفتش الموضوع ده قوي يعني، بس انا اكتشفت ان انا عندي حاجات تانية بقدر اعملها وانا قاعدة في البيت. بس طبعا انا مش هقدر انكر واقول لكم ان انا ما وحشنيش الخروج، طبعا انا وحشني الخروج والشوبينج وكل الحاجات اللي كنا بنعملها زمان، بس طبعا الحمد لله الحمد لله على اللي احنا فيه. دلوقتي بقى معاد الباودر مع البرنسيس هدير. شكرا يا يارا. ازيكم يا بنات، دلوقتي انا هثبت وشي بالكونتورينج باليت دي من ويت ان وايلد، وهاخدها بالسبونج اللي انا بحبها قوي دي، وهبتدي اثبت وشي كله خصوصا تحت العين وانضف الخط بتاع الكونتور. بالنسبه للبنات لموضوع الكورونا، انا حاسه ان ربنا جاب الوباء ده على العالم كله علشان نرجع نحمد ربنا على كل حاجه تاني، والصغيره قبل الكبيره. اصغر النعم اللي ربنا كان مديها لنا واحنا ما كناش حاسين بيها ولا حاسين بقيمتها، ربنا زلها من وشنا علشان نرجع
نشكر ربنا مرة تانية. موقف بسيط جدا حصل لي في الفترة اللي فاتت، وهو ان انا كنت محتاجة بس شوية جرايد، او بالظبط جورنان، ما كنتش محتاجة اكتر من كده. في الاول كنت الجرايد دي بتكعبل فيها وانا ماشية، كنا حاجة كده ملهاش اي لازمة، وكنا بنستخدمها في كل حاجة، بنمسح بيها مرايات، ناس كانوا بيطلعوا عليها بطاطس محمرة، من ارخص الحاجات اللي كانت موجودة في حياتنا اليومية. وللأسف الشديد ما لقيتش. فبجد يا بنات الموضوع ده استوقفني جدا، وخلاني افكر انه احنا من كتر ما بطلنا نشكر ربنا على حاجات كتير قوي، بقى كل حاجة مش متاحة قدامنا. ربنا بيحاول ان هو يفوق البشرية من الغفلة اللي هي فيها، لشان نرجع تاني نحمد ربنا على النعم الكتير الصغيرة والتافهة والبسيطة قبل الكبيرة. انا كده خلصت البيكنج، دلوقتي معادنا مع المسكرة دي من كاركتر، وهتكون من نصيب سارة. يلا مسكي مسكي هوب. لك ان تتخيلوا ان حياتي في ازمة الكورونا اتقلبت، شفت اللي هو بوم قلبت يعني 180 درجة ولا 360. ولا عمري كنت اتخيل ان المرض يخش جوه البيت، او ان انا هبعد عن عيالي، وان انا كل الحاجات دي تحصل لي، مع ان انا كنت بعيدة جدا وما كنتش بنزل خالص ولا كنت بروح في اي حتة، عيالي يروحوا في حتة وان انا اقعد في اوضة ابقى معزولة وجوزي يبقى في اوضة معزول. كنت شايفة الموضوع من بره خالص، غير لما يبقى معاكي ويبقى تتأقلمي بقى على الحياة دي فترة معينة، يعني عزل شهر بالكتير. مريومة حبيبة قلبي هتكمل خطة القايشة ده. شكرا يا سارة على الفرش دي كلها، بس انا اخترت الفرشة دي لان انا برتاح فيها اكتر في الدمج. انا موقف واحد بس اللي حصل لي من الكورونا، لان انا تقريبا من ساعة الحظر ما خرجتش غير مرة واحدة. كنت في سيتي سنتر المعادي ووقفة بطلب اكل عادي جدا، ففضلت اكح، لقيت الناس كانت في واحدة ورايا بعدت، وكان في واحد جنبي رجع لورا، والناس خافت يعني. بس هي مكانتش مستاهلة يعني ان الناس تخاف كده. الموضوع قالب رعب مع كل الناس، بس اعتقد ان دلوقتي الدنيا هديت شوية، وان كورونا على ما اعتقد يعني الفيروس ضعف عن الاول. هرسم معاكم الايلاينر بالجل، الجل بتاع بريتي وومن. كنت حابه ان انا اخرج مع اصحابي وكده، ونطلع كلنا نتمشى وكده، فزي ما بنعمله على طول. فجاه لازم تروحي في وقت معين وترجعي في وقت معين. الموضوع ده طبعا اثر فيا، وكمان ان انت حتى عشان تروحي عند والدتك كنت تروحي في ميعاد وتيجي في ميعاد. ربنا ادانا حاجه قد كده صغيره جدا متحكمه في حياتنا كلها. اشيمو اشيمو. شكرا يا سوما، واهلا يا حلوين. ويلا نحط البلاشر. التغييرات اللي حصلت لي بعد الكورونا كانت تغييرات ايجابية وتغييرات سلبية. بدل ما كنت بعين فلوس للبنزين واي حاجة مثلا تحصل لي وانا ماشية في الطريق او كده، بقيت عين فلوس عشان اشتري اونلاين. كانت من الحاجات السلبية جدا اللي حصلت لي مع الكورونا. الحاجات الايجابية كانت ان انا اتعلمت الصبر، واتعلمت ان انا اللي انا فيه كله نعمة، ايا كان انا شايفاه من وجهة نظري حلو من وجهة نظري مش حلو، كل اللي احنا فيه نعمة. هستخدم البلاش بتاع لاجيرل، هبتدي اوزعه على منطقة الخدود. انا بحب اضحك قوي وانا بحط البلاشر، بحس ان انا كده مميزة يعني. انا طبعا ان الازمة دي تخلص بينا على خير وسلام، وبتمنى للجميع السلامة. ساندرا عشان تكمل معاكم، اتفضلي ساندرا. شكرا يا شيماء، والله العظيم جف وقته. على كل حال يا جماعة، بما انه شيماء مدت لنا الهايلايتر، فخلينا نضرب الهايلايت ونجيب الشمس نقعدها هنا. وفي نفس الوقت اقول لكم بعض الحاجات اللي انا اتعلمتها في الفترة في الفترة بتاعت الكورونا. يعني صح الهايلايت is very important، بس يعني هذا اللي اتعلمته is more important وحتكون مفيدة لكم. اتعلمت انه انا لو عايزة اعمل حاجة اعملها على احسن وجه بقدر اعملها فيه. كامر اتعلمت حاجة تانية، انه انا استمتع بالوقت الحاضر بتاعي. يعني اذا في حاجات انا بحب اعملها ما اجلها واقول لا بكرة هعملها، لانه بالجد بكرة ما مضمون. يعني تخيل ان احنا كنا قاعدين في بيوتنا بنصحى الصباح بنمشي الشغل كرهانين الروتين ما حابين نعمل حاجة، فجأة كده الحياة وقفت،
فجأة كده بقت ما في برامج تعمل. فعشان كده يا جماعة الواحد لو بيحب حاجة رجاء ما يأجلها، يعملها طوالي. ثاني حاجة كمان برضه تعلمتها ان الواحد يقيم نفسه، يحب نفسه، ما يهلك نفسه، يعمل على قدر استطاعته. إذا بتقدر أنت تبوش للماكسيموم، بوش للماكسيموم. إذا أنت تقدر تبوش للماكسيموم، دون بوش للماكسيموم. أعمل على قدرك، على طاقتك، أعمل حاجة بتخليك تكون مبسوط وبتخليك سعيد. كيف الهايلايتر ده؟ زبط ولا لا؟ جبنا الشمس ولا لا؟ انا شايفه انا جبتها وزياده. على كل حال انا ما حرغلكم كتير، وحخليكم مع نورهان، لانه نورهان هي اللي حتكمل لي اللوك بتاعي ده، وهي حاسه حاليا بتكون منتظره الليبستيك. فعشان كده يا جماعه حاسه انا هقول لكم باي باي، لانه نورهان مستنياني يعني، وعايزه الليبستيك ده باي شكل من الاشكال. نورهان، نورهان انت جاهزه؟ استلمي ساندرا. واخيرا رجعتوا لي تاني، كانت لفه طويله انا عارفه، مع اخر خطوه في الميك اب وهي الليبستيك. دايما قبل ما تحطوا اي لون او اي حاجه على شفايفكم اتاكدوا ان انتم مقشرين شفايفكم كويس وكمان مرطبينها كويس. وانا النهارده هستعمل الليبستيك ده اللي اديتهوني ساندرا، وهو من فلورمان رقمه 504. هو لون احمر ولكن هادي شويه، مش اللون الاحمر الصريح. بس الاول خليني احدد شفايفي شويه بالقلم ده، كمان من فلورمان رقمه 222. دايما ابتدوا من النص واطلعوا على بره، وكمان ما تخرجوش بره حدود شفايفكم، يعني ترسموا على شفايفكم بالظبط. واكتر حاجه بعملها في الكورانتين او في الحجر المنزلي او في ايام الكورونا اللي احنا فيها، هي ان انا بعمل فيديوهات، بصور وبمنتج وبروح الشغل. دي اكتر حاجه بعملها، بعملش حاجه اصلا غير كده. واكتر حاجه وحشتني، عايزه اروح اقعد في كافيه، احلامي بسيطه جدا جدا. وهو ده لون الليبستيك اللي انا استعملته. الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم واستمتعتم وانتم بتشوفوا اليوتيوبرز الحلوين جدا جدا اللي كانوا في الفيديو ده. واكيد ما تنسوش تشوفوا قنوات البنات الباقيين علشان تشوفوا الفيديوهات الحلوه جدا جدا اللي هم بيعملوها. وعايزه اقول شكرا جدا جدا لليوتيوبرز الجمال اللي شاركوا في الفيديو ده، بحبكم جدا جدا جدا، واحنا كلنا بنحبكم جدا يا احلى بنات في الدنيا. نشوف وشكم على خير، سلام.